تخيل انك تكون بتسمع البوم لمده 20 سنه وفجاه تكتشف ان انت كنت بتسمع حاجه غلط او في حاجات كتير جدا انت ما سمعتهاش، وده كله بسبب فيديو واحد ورا مصنع الاغاني بودكاست شفته صدفه من سنه ولحد دلوقتي بستنى كل اسبوع الحلقه الجديده عشان اتفرج ايه الجديد. فزي امجد ومصطفى ما هم بيحطوا النجوم على الميزان، فقررنا احنا كمان نحط امجد ومصطفى على الميزان. فمن غير كلام كتير انا خالد نور ويلا بينا نبدأ الفيديو. أمجد جمال ومصطفى حمد اتنين غيروا شكل النقد 360 درجة، عملوا بودكاست اسمه ورا مصنع الأغاني بقاله أكتر من سنة كل الناس بتستناه، حتى النجوم الكبار اللي ليهم وزنهم في السوق برضه بيستنوه. اكتشفت مش أنا لوحدي اللي عجبني البودكاست ده، لأ ده في ناس كتير جدا بتستناه، وده يدل على النجاح الساحق اللي حصل وإن هو فعلا يستحق المراكز الأولى من أفضل المحتوى اللي موجود على اليوتيوب. والمشكلة الأكبر لما اكتشفت إن أمجد ومصطفى مش بس بيتكلموا في الأغاني والموسيقى، متخصصين أكتر في النقد الفني سواء الأفلام أو المسلسلات، وليهم حلقات موجودة على اليوتيوب في برامج مختلفة ومن زمان، يعني مش من أول ما نجحوا في ورا مصنع الأغاني الناس بدأت تكتبهم، لأ ليهم حلقات من 3 و4 سنين موجودة على نجوم اف ام وعلى قنوات تانية مختلفة، وده يدل إن في جانب لسه ما ظهرش للناس، كل ده هما بيتكلموا في الموسيقى بس. وطبعا البودكاست على اليوتيوب مختلف تماما عن التلفزيون، يعني مثلا التلفزيون انت عندك قيود، لكن اليوتيوب انت بتقدر تتكلم بكل أريحية، يعني مثلا في التلفزيون ما تقدرش تتكلم عن ملحن القرن او تاري عليه زي ما انت عايز براحتك، لكن في اليوتيوب الموضوع متاح زي ما انت عايز. امجد جمال ومصطفى حمدي الاثنين صحفيين ونقاد، وبصراحه قبل ورا مصنع الاغاني ما كنتش اعرفهم، لكن اتعرفت عليهم لما تابعت البرنامج، ومن خلال المتابعه اكتشفت ان مصطفى حمدي كان صحفي في جريده في الفن او موقع في الفن، وبما اني مواليدي التسعينات فموقع في الفن ده كان زي الترند حاليا، كان فعلا من اهم المواقع، يعني مثلا كان مثلا موقع في الفن ومعاه موقع ماي ايجي وموقع ارب دوت كوم او 6RB، دي كانت المواقع المشهوره في الفتره دي لان كان الانترنت لسه في البدايات، فكان اي خبر بينزل في موقع في الفن ده كل الوطن العربي بيشوفه، وكان حلم اي مطرب لسه بيبدا حياته لو اسمه بس جه في الفن، فمعنى كده ان الوطن العربي كله شافه. فمعنى ان مصطفى حمدي في الفتره دي انه موجود في موقع بحجم في الفن، معنى كده ان هو صحفي ومع امجد جمال اللي بعتبره موسيقار لان هو فاهم في المزيكا جامد جدا، فاهم في المزيكا يمكن احسن من ناس شغاله في الوسط الفني عامه. عشان اجتمعوا هما الاثنين ويعملوا بودكاست اسمه ورا مصنع الاغاني، اكتشفته بالصدفه البحته جدا وانا بقلب في اليوتيوب، كل شويه يظهر لي فيديو عن عمرو دياب تحليل البوم علم قلبي لعمرو دياب. قلت مين اللي بيتكلم عن عمرو دياب ده من 20 سنه والالبوم ده من 20 سنه، مين اللي هيتكلم فيه تاني؟ ما كل الناس اتكلمت خلاص، لكن كل شويه فضل يظهر لي يوم او يومين بيظهر لي تاني، ومعنى ان الفيديو بيظهر لي يعني ان في ناس كتير بتتفرج على الفيديو ده. بما ان انا بحب المزيكا واحيانا بعزف وبغني مع نفسي كده، بحب اتابع اكتر الكواليس وايه اللي بيحصل في الكواليس، ففي وقت فراغ قلت اتفرج على الفيديو، واكتشفت ان انا ما سمعتش اساسا البوم عمرو دياب ده، وان في حاجات كتير جدا انا اول مره اسمعها لانهم بيتكلموا في ادق التفاصيل، يعني تفاصيل التفاصيل، فبتحس ان انت ما سمعتش الالبوم ده، انت كنت بتسمع حاجه تانية خالص او مركز في حاجه تانية خالص، وفي حاجات فعلا متعوب عليها وفي حاجات فيها مجهود كبير جدا انت ما سمعتهاش، فبتبدا تسمعها من اول وجديد، فبتيجي تسمع الالبوم تاني فبتكتشف ان انت لاول مره بتسمع الالبوم ده. وبقيت بستنى كل اسبوع ايه الحلقه الجديده اللي هتنزل وهتنزل عن مين، خلال الاسبوع ممكن ارجع اتفرج على حلقه او حلقتين كمان من الحلقات القديمه. فمن كتر ما انا بسمعهم اكتشفت ان في مميزات ليهم وفي برضه عيوب، والمميزات دي في ناس كتير جدا معايا فيها والعيوب برضه في ناس كتير بتتكلم عليها. فخلينا نبدا بالايجابيات لان الايجابيات بصراحه اكتر بكتير جدا من السلبيات. واول حاجه واهم حاجه في ناس كتير جدا بتتكلم فيها ان ورا مصنع الاغاني في ثقافه موسيقيه كبيره جدا، وبرغم ان الثقافه دي موجوده عندهم في نفس الوقت بيتعاملوا مع الناس بهدوء او بيوصلوا المعلومه بهدوء، بمعنى ان كل اغنيه بيقول لك الاغنيه دي من مقام ايه، فعشان يبسطها اكتر بيقول لك المقام ده اللي هو السلم الموسيقي بتاعها كذا، وعشان يبسطها اكتر بيجيب لك امثله من اغاني ان الاغاني دي المقام بتاعها كذا. نفس الكلام في انواع المزيكا، يعني بيقول لك مثلا دي لاتين، دي كذا، دي كذا، دي كذا، ده ار ام بي، ويبدا يشرح لك دي جت منين ودي عباره عن ايه، فتحس ان انت قاعد في درس موسيقى انت مش بتسمع بودكاست وخلاص. واللي بيعمل كده اكتر هو امجد جمال، ان هو بيحاول على قد ما هو عنده ثقافه موسيقيه كبيره جدا بيحاول ينزل للناس. في بودكاست بتفرج عليه بيشرح بقى قوي المزيكا المصريه وبتاع بشكل بيفهمني انا اللي هو مش قريب قوي للعالم ده. عايز تقول اسمه ولا فاكس ولا اسمه؟ ورا مصنع الاغاني.
فعلا ورا مصنع الاغاني جامد قوي جامد قوي بتدور عليه والله جامدين قوي وبيطلعوا يحللوا الحاجات كده بشكل بضمير قوي وبيتكلموا بقى في البومات بقى حماقي وعمرو دياب خلاص مشكورش جيت زياده خلصنا اجمد بودكاست في مصر خلاص صاحبي خلصنا شكرا عفروت نورتنا النهارده نورتنا عفروت كانت قاعده جميله جدا هم كانوا مشغولين فقلت يا جماعه ممكن ناس كتير لو مكانه ان هو هيبدا يتعالى او يشوف نفسه ان انا جدعان انا فاهم اكتر منكم او انا عندي خبره اكبر منكم بكتير او ان انا فاهم وعايز اوريكم ان انا فاهم بالعكس لا هو مش بيعمل كده خالص هو بيبدا يشرح للناس هو اللي هو اتعلمه او اللي هو فاهمه ده عباره عن ايه ودي حاجه مش سهل ان انت تلاقيها في انسان اصلا وبني ادم عامه عارف معلومه بيبدا يبسطها للي قدامه فبشكل مباشر او غير مباشر بودكاست ورا مصنع الاغاني بيعلموا الناس الموسيقى وبيعلموهم النقد يعني في ناس كتير جدا موجوده على السوشيال ميديا لازم يتعاملوا مع الناس بقله ادب او بطريقه معينه كده او بطريقه فيها استخفاف عشان يبينوا للناس ان هما نقاد او ان هما بيفهموا فلما تيجي تشوف امجد ومصطفى الاثنين بينقدوا الحاجه ازاي هتلاقي برغم ان هما لو بيكرهوا المطرب او مش متفقين مع المطرب اللي هما بيتكلموا عنه او على الملحن او عن الموزع اي نكون مين بيتكلموا عنه لو هما مش متقبلينه لو هو عامل حاجه كويسه بيتكلموا عنه بايجابيه بيقولوا فعلا الراجل ده ناجح والراجل ده عمل حاجه كويسه والراجل ده يستحق ان هو ينجح اكتر ولو غلطوا في حد ممكن يرجعوا في الحلقه اللي بعدها ان هم يعتذروا لي ما عندهمش كبرياء اللي هو انا لا انا جامد وانا الناس بتتفرج عليا وانا الناس متابعيني او النجوم متابعيني فالكلمه اللي انا بقولها هي دي خلاص لا فده يدل ان هم عندهم مصداقيه كبيره جدا وده اللي مسبب لهم النجاح الكبير اللي هم فيه من الحاجات المميزه عند امجد ومصطفى ان الاثنين عندهم تقدير بمعنى ان في الحلقه بتاعه تحليل البوم رامي جمال قطعوا في رامي جمال شويه في حاجات قالوا عليها مش عاجبهم وكان في تقطيع فيه حاجه بسيطه كده في الحلقه القديمه لكن هم عشان عندهم مصداقيه وفي حاجات قالوها بشكل صريح جدا ان هي فعلا حلوه في حاجات قالوا عليها ان هي مش قد كده رامي جمال نفسه نزل بوست ليهم وقال شكرا لتحليل الالبوم والنقد المفيد ومبسوط ان عندنا ناس بتفهم زيكم كده في المزيكا فده يدل ان هم فعلا بجد محترفين مش ناس بتطلع تتكلم كده وخلاص وطبعا في نجوم كتير جدا اتكلموا على الحلقات بتاعتهم زي رامي صبري زي عزيز الشافعي زي بهاء الدين محمد يعني برضو في حلقه بهاء الدين محمد هم يعني بوظوه مش بوظوه بحاجه وحشه لا في حاجات يعني اتريقوا عليها شويه وفي حاجات قالوا عليها ان هو جامد جدا وامجد كان حابب بيحب بهاء بطريقه مش طبيعيه بس في حاجات قالوا عليها يعني كانوا بيهزروا على الكلام اللي هو كده ولكن رغم كل ده ولكن عشان قد ايه هم كانوا صادقين جدا في الكلام اللي هم بيتكلموه بهاء الدين محمد نفسه نزل لهم بوست وكتب لهم لقيت اصدقاء كتير بيبعتوا لي الحلقه دي واللي بيقدموها اتنين يا ريت اتعرف عليهم لانهم فاهمين وشكلهم بيحبوني تقريبا ومهم اقول لهم شكرا جدا على المجهود والروح الحلوه ويهمني رايكم وعلى فكره بتهزر ولو عشقاني حالات ناتجه من مفاجاه حد اكتشف وتاكد ان اللي قصاده بيحبه ودول اغنيتين كانوا بيتراوا عليهم في وسط الحلقه لكن ده يدل ان هم فعلا مثقفين وفعلا ان هم عندهم حته النقد دي 100% هم صريحين فيها من الحاجات برضو المميزه في بودكاست ورا مصنع الاغاني ان هم عندهم مصداقيه يعني لو حد شاطر جدا بس الشخص ده ما بيتكلمش عن نفسه هما بيتكلموا عنه وبيبينوا للناس قد ايه ان الشخص ده عنده موهبه جباره لكن هو المختفي او هو اللي بيستواش لنفسه زي تامر علي زي محمد رحيم الحلقه الاخيره اللي كانوا عاملينها حلقه بجد تحفه وده اللي خلى ان محمد رحيم برضو يكتب لهم بوست صحيت لقيت ناس كتير بعتالي المنشن الجميل ده والاجمل منه هي انه صديقي اللي بحبه من قلبي وبحترمه عمل لها شير عنده على صفحته الرسميه فحبيت اشكره على مشاعره الراقيه دي وبقول ان هي دي الروح اللي لازم تكون موجوده بين الزملاء والاخوات والمبدعين المصريين بينهم ود وحب واحترام وتقدير لمشوار الطويل بحبك يا زيزو لان عزيز الشافعي هو اللي كان منزل الحلقه لمحمد رحيم يعني تخيل انت مين رايح فين واعتقد ان في الفتره الاخيره ورا مصنع الاغاني ده هيتحول ان هو يكون منى الشاذلي على اليوتيوب بمعنى اي حد ناجح او عايز يعرف ان هو قد ايه ناجح بيطلع مع منى الشاذلي او حتى لو عمل حاجه بسيطه جدا لكن ناجح في الحياه عموما او ناجح في مجال معين بيطلع مع منى الشاذلي فبقى منى الشاذلي ده تارجت الناس كلها عايزه توصل فاعتقد بنسبه 100% الفتره اللي جايه هيبقى ورا مصنع الاغاني هو منى الشاذلي بتاع اليوتيوب اي حد عايز يعرف قد ايه هو ناجح
هما هيتكلموا عنه بشكل كويس ولا لا، او امجد ومصطفى هيتكلموا عنه كويس ولا لا، مش مجرد ان هو هيظهر ولا لا، لان واضح كل صناع الاغنيه في الوطن العربي بيتفرج عليه، حتى لو المشاهدات بتاعتهم مش بالملايين، لكن هما واصلين، يعني واصلين للناس، او على الاقل واصلين للصناعه اللي هما بيتكلموا عنها. فتخيل بقى هما برضو لو فتحوا شويه المجال وبدأوا يدخلوا حاجات من السينما، وبما انهم متخصصين برضو في المجال ده وليهم تجارب واضحه جدا على التلفزيون، فعادي جدا ممكن يعملوه في اليوتيوب، وهيكون باريحيه اكتر، وهيكون نقد بناء، مش نقد اللي هو الناس مش عايز اقول اسماء، لكن اكيد الناس عارفه ان في ناس بتطلع تتكلم في اي حاجه وخلاص عشان بس الناس تقول عليهم ان دول نقاد. ولكن المفاجاه ان بعد كل الكلام الكتير ده، ان ورا مصنع الاغاني طلع علينا مفاجاه، طلع علينا اكتشاف كده، حد صوته حلو جدا. حد فنان يعني صوته احسن من ناس كتير بتغني. مصطفى حمدي بصراحه صوت حتى لما بيدندن او يقول اللحن، لا صوته حلو، وفي جزء كده كان بيغني فيه، لا صوته راجل مطرب يعني، يقدر يغني، يقدر يعمل اغاني. فلو تكتشف نفسك وتقدم اغاني بوجهه نظرك دي في وسط الناس اللي بتشجعك، وانا طبعا منهم، اعتقد هتبقى حاجه حلوه جدا، وممكن تضرب معاك وتبقى نجم، ويجي امجد بعد كده يحلل الاغاني بتاعتك ويقول لك انت كويس. فعادي جدا ممكن ده يحصل. ونروح للسلبيات. وطبعا بما ان بنحط البرنامج على الميزان، فطبعا مش كل حاجه حلوه جدا، لا في برضه سلبيات. في سلبيات لقيت ناس بتتكلم عنها وانا كمان لاحظتها، بالذات لما اتفرجت على الحلقات اكتر من مره. اول حاجه واضح جدا ان في تحيز، يعني تحيز واضح باين جدا للناس، تحيز لناس معينه، يعني مثلا عمرو دياب في تحيز جامد جدا ليه، اليسا، انغام، يعني بالذات حته التحيز دي لمصطفى حمدي، ان هو بحس ان هو اتكلم مثلا عن تامر حسني، بحس ان هو بيتكلم ان انت مطرب عادي جدا بس عملت حاجات حلوه، يعني في يعني كذا مره كان بيتكلم عليه بطريقه مش ان هو انت مطرب عادي او انت عملت حاجات اي كلام. واكتشفنا بعد كده لما عملوا الحلقه بتاعت تامر حسني ان هو لا عمل حاجات حلوه وعمل حاجات جامده، عارف برضو اللي هو ايه، مفيش حماس ان هو انت يعني حتى لقب نجم الجيل انت اللي قلت على نفسك، مش عايز اقول تقليل لكن مش مديله الاهميه اللي هو يستحقها. على عكس عمرو دياب، بيجي مثلا يتكلموا على عمرو دياب سواء امجد او مصطفى، فبيتكلموا عنه ان هو ده الاسطوره، ده اه ماشي اوكي هو رقم واحد وكل حاجه، لكن يعني بحس يعني لما بيجي يتحط في مقارنه يعني بحس دايما ان هو لا انا متحيز لعمرو دياب. ممكن اتفهم حته التحيز دي بالذات من مصطفى، لان من الحلقات عرفت ان هو ما كان موجود في المطبخ بتاع عمرو دياب، يعني كان بيروح الاستوديو ويسمع الالحان قبل ما تنزل، ويعرف كان وعارف محمد رحيم وعارف دي اتعملت ازاي ودي اتعملت ازاي، وحتى الاغنيه دي اللحن القديم بتاعها كان عامل ازاي واللحن الجديد بتاعها عامل ازاي، والاغنيه دي مين اللي لحنها وكم حد اشترك في اللحن بتاعها وعمرو دياب غير ايه. فاتقبل ده مثلا من مصطفى ان هو، فبحس حته التحيز جايه من الجزء ده، ان هو الشخص ده انا اعرفه واعرف المطبخ بتاعه، وحس ان هو احنا اصحاب حتى لو بطريقه غير مباشره، او ان انا جزء مشارك مثلا بجزء في الالبومات دي، ومشارك جزء من النجاح من الالبومات دي. فلما بيجي يتكلم عن عمرو دياب، فبحس ان مصطفى كتير جدا بيتكلم ان هو حد معجب ليه مش حد ناقد ليه. اي حاجه حلوه هو عملها هتكلم عنها، ولو حاجه وحشه يعني هقول وحشه كده ايه، وانا هقول وحشه وانا مبتسم، انما لو حد تاني عمل حاجه وحشه لا ايه القرف ده. طبعا مش بيتكلم بالاسلوب ده، لكن ان هو هي بتوصلني كده، انا كمشاهد بتوصلني ان هو هي بتوصلني كده ان هو بيقلل من الشخص اللي بيتكلم عنه لو هو ما بيحبوش، او لو هو مش اللي هو ايه النجم بتاعه. نفس الكلام برضو في اليسا، انا برضو شايف ان اليسا صوتها وحش جدا، مصطفى مقتنع ان هو ان هي لا مطربه مهمه جدا ومطربه تقيله، ومش معنى ان هي عندها جماهيريه كبيره ان هي صوتها حلو. ممكن يكون في الاستوديو او الاغاني بتطلع باحساس حلو جدا، لكن في اللايف انا سمعتها كذا مره لا صوتها وحش، وصوتها يعني ممكن صوتي يطلع احسن منها، او فعلا صوت مصطفى احسن منها في اللايف. ومش معنى ان هي عندها جماهيريه كبيره
ان هي تبقى رقم واحد. يعني حمو بيكا مثلا عنده جماهيريه كبيره وعنده ارقام كتير وعنده فيوهات كبيره جدا, لكن في نفس الوقت هو صوته وحش برضه, والناس عارفه ان هو صوته وحش, هو عارف ان هو صوته وحش وناجح برضه. فده جزء التحيز. في جزء تاني عمرو مصطفى. يعني عمرو مصطفى بص انا بحب جدا, يعني امجد لما بيجي بيتكلم على عمرو مصطفى بحس ان هو قاعد معايا في قاعده كده واحنا اصحابه بنهزر. لكن احيانا ساعات بحس ان هي بتقلش شويه, يعني بيبقى الموضوع زياده اللي هو ملحن القرن ده مش دايما بيتحط ان هو في مقارنه في مع اي حد, وده خلاني ان انا اسمع حوارات كتير جدا لعمرو مصطفى انا ما سمعتهاش قبل كده, واكتشفت ان هو الراجل ده فعلا واضح ان هو عليه ضغط كبير قوي, بدليل ان كان في ناس في نفس الوقت اللي عمرو مصطفى كان بيطلع يتكلم فيه, في ناس محمد رحيم طلع هاجم عمرو دياب وقال عليه ان هو بيتكلمه باسلوب وحش وكان بيحط الجزمه في وشه وهو بيلحن, واختار ان هو بعد كده لما يجي يلحن يلحن له بالتليفون وما اشتغلش معاه بعد كده. محمد يحيى نفس الكلام, قال ان هو برضو اتخانق مع عمرو دياب ان هو كان بيتكلمه بطريقه وحشه واستحمله مره واثنين وثلاثه لحد في مره كان بيزعله في التليفون وكان بيشتمه, وبعد كده قرر ان هو ما يشتغلش معاه تاني ويبعد عنه, وبعد كده رجع تاني صالحه. ايمن باكا طبعا برضو كان في فتره كان عنده مشكله مع عمرو دياب, فاكيد يعني الناس دي كلها في نفس جيل عمرو مصطفى اكيد كان يعني كان عليه ضغط كبير جدا من نفس يعني نفس الحقبه دي من او من نفس الافعال دي او من نفس الضغط ده, او عمرو دياب مثلا كان بيكلمه باسلوب. يعني واضح ان هو عمرو دياب لما بيجي بيتعامل مع الناس ممكن حتى لو الناس قريبين ليه بيبقى ممكن هزاره تقيل شويه, زي مثلا الصور اللي كان بيطلعها لعمرو مصطفى اللي هو الشعر الطويل ده والكلام ده, الصور اللي هو كان بيصورها له بطريقه زوم كده فتخلي شكله مش لذيذ. ان عمرو مصطفى لما قرر يعمل اول البوم ليه كان عليه ضغط برده رهيب جدا لما راح لشركه ميلودي مع جمال مروان عشان ينتج له اول البوم ليه, وقرر ان هو يستغله ويخليه يلحن لناس تانية هو مش عايز يلحن لهم اصلا, كان عايز يلحن غصب عنه وراح له لحد البيت وهدده واخد منه الاغنية بتاعت حسام حبيب, واخدها لحسام حبيب غصب عنه وهو ما كانش راضي ان هو يديها له, ودي اللي كانت سبب مشكلة ما بين عمرو مصطفى وحسام حبيب. لو كان في نفس الوقت معاه مشكلة مع عمرو دياب وكان في نفس الوقت معاه مشكلة مع محسن جابر وفي نفس الوقت كان معاه مشكلة مع جمال مروان, وهو في الوقت ده كان سنه صغير وعامل نجاحات كبيرة جدا وعامل يعني وعنده تاريخ البومات كبيرة جدا, وطبعا الكلام اللي هو بيطلع يعمله دلوقتي طبعا يعني شايف ان هو بيهد تاريخه, وانا متفق معاهم بنسبه 90% مع امجد ومصطفى, وشايف ان مثلا اخر البوم ده انا ما سمعتوش اساسا, يعني سمعته كده وما مركزتش فيه ان هو ما فيش ولا اي حاجه شدتني او خطفتني, حتى الاغاني اللي بينزلها دلوقتي على الفيسبوك وان هي ترند والكلام ده كله برضه انا مش عاجبني, مش حاسس ان ده عمرو مصطفى اللي انا كنت بحبه. لكن يعني بحس ان هو كتير قوي ان كل حلقه لازم نجيب سيرته, ولازم يعني حتى لو مش في سياق يعني ان هو مثلا ما عملش اغاني مع النجم اللي احنا بنتكلم عنه احنا لازم نجيب سيرته في حاجه او نقارنه بحاجه, فبحسها ان هي كتير قوي او تقيله قوي ان هو كل حلقه لازم يعني لازم نتكلم عنه. طبعا في كلام كتير قوي عايز اتكلم فيه لكن مش عايز الفيديو يكون طويل قوي, واتمنى الفتره الجايه يكون عندهم اختلاف شويه في المحتوى, مثلا نتكلم عن الناس اللي ورا الكواليس او تاريخ الناس اللي ورا الكواليس, زي مثلا حميد الشاعري ان هو غير المزيكا, فازاي هو غير المزيكا, طارق مدكور ازاي الراجل ده غير برده من شكل المزيكا, هما بيتكلموا دايما بطريقه سطحيه عن الموضوع, لكن انا نفسي اتكلموا بعمق اكتر في الحاجات اللي هي ورا الكواليس. وطبعا ممكن اي حد يقول لي طب ما تدخل انت شوف يعني تتفرج بنفسك, يعني هما بيتكلموا بطريقه بحس ان انا مش فاهم اي حاجه او دايما بيضيفوا لي معلومه او حاجه انا ممكن اسمعها بطريقه هما بيجيبوها لي بطريقه ثانيه خالص او بيبينوا الموضوع بطريقه ثانيه خالص. فطبعا فاتمنى لامجد جمال ومصطفى حمدي النجاح دايما, ومستني اشوف حاجات تانية اكتر بكتير, وانا متابعهم وانا من الفانز بتوعهم. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده, ولا تشيل الفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس, واشوفكم فيديو جديد. كان معاكم خالد نور, سلام.